بالتاكيد. طيب كابتن حازم، عايز اسالك على عناصر فرديه في النادي الاهلي طورت بشكل واضح جدا. تكلم في رمضان صبحي مستوى مغاير تماما للموسم الماضي. محمد مجدي افشى ادوار مختلفه عن حتى الادوار اللي كان بيأديها في بيراميدز. بتتكلم كمان في حسين الشحات، مش هو حسين الشحات الموسم اللي فات. ايه اللي حصل عشان نشوف التوليفه دي في اعلى مستوى ليها مع بايرن؟ دايما بشوف المدرب الكويس هو اللي يطور اسلوب او اداء لعيبته، يعني دي مهمه جدا لاي مدرب، لان بيبقى عندك خامات كويسه. دايما نقول اللعيب ده كويس بس ما اعرفش لما بيروح الزمالك والاهلي بيبقى وحش ليه. فالمدرب دايما يطلع منك احسن حاجه، خصوصا لو حتى زي ما انت بتقول يعني حسين الشحات لما جه السنه اللي فاتت ناس كتير قالت لك صفقه كتير قوي الفلوس اللي عليه وكده. رمضان نفس الكلام، يمكن ما ظهرش كانت ماتشات كتير بيقعد ويطلع ويطلع الشوط الثاني. صحيح، مع الراجل الامور اختلفت، ودي من الحاجات اللي دايما بشوف لازم تنسب الفضل للمدرب. لان هو نفس اللعيب، لكن انت ممكن بتمرنه احسن، بتديله مسؤوليات اقل او ازيد زي عشان تبينه بشكل كويس، تحركاته نفسها بتحركه فين وتحطه فين في الملعب. ده متهيألي فايلر اللي عامله، اللي هو اللامركزيه اللي موجوده، التحرر الهجومي الكبير جدا من اللعيبه اللي تحت الفرويد، اللي دايما الزيادات العاديه على الاطراف اللي بتساعد جدا لعيب كان حسين الشحات ولا رمضان. هتلاقي علي معلول مثلا على طول بيطلع ويخلي رمضان يطلعه ويطلع، هتلاقي جبهه قويه الناحيه الثانيه. نفس الكلام كان احمد فتحي ولا هاني مع حسين. بشوف ان فايلر عمل حاله كويسه جدا في وقت قليل، ودي يمكن من اصعب الحاجات اللي عملها مدير فني، ان يقدر في وقت قليل قوي يحسن ويغير لك الفارق بشكل كبير جدا. يمكن زي ما قلت قبل كده هو كشف لسارتي بشكل كبير، يعني لسارتي كان فرحان انه كسب الدوري بس الناس كانت شايفه انه بيلعبش كويس. بالظبط، بنفس اللعيبه من غير ما اجيب حد جديد ولا حاجه، في فرق كبير جدا في الاداء الفني. يعني دايما الفرق الكبيره بتكسب، بس دايما الجمهور بتاعها عايز تلعب كويس. ما حدش كان مقتنع ان الاهلي بيلعب كويس السنه فاتت. صحيح، كان بيكسب بس دايما يقول لك الاهلي وحش، معظم الماتشات كانش الاداء جيد. صحيح، على عكس السنه دي مع فايلر معظم او 90 او 99% من الماتشات كلها الاهلي كويس، حتى لما خسر ماتش النجم الناس قالت الاهلي لعب كويس. صحيح، ودي من الحاجات المهمه جدا انك تطور لعيبتك. النهارده الاهلي بيلعب من غير سدباكين، يعني موظف اتنين اساسا مش سدباكين وبيلعب توت او فرق، وتحس ما فيش مشكله. يعني فتحي وهاني مش سدباكات، مع انه عنده ياسر ابراهيم مثلا، واضح ان هو مش حاطه في الحسابات. حتى ايمن اشرف، ايمن اشرف مطرود من الماتش اللي فات، يعني بقول لك يعني في البطوله، يعني حتى سعد السميع عنده اصابات وعنده ايقافات، حاطط لك اتنين مش اساسا مكانهم، ولكن ما تحسش ان في مشكله، اللعب العجله دايره زي ما بيقولوا. مظبوط، فانا اشوف فايلر عامل حاله بصراحه جيده جدا. طب كابتن حازم لو تسمح هقطعك في الجمله دي، هل هنا فايلر كسر تابوهات كانت بتتقال دايما ان المدرب محتاج وقت عشان ينجح، ان بيقول لك دايما انه اللعيب هو اللي في الملعب شكله سيء، طب هو المدرب هيعمل ايه بره؟ ما هو اللعيب هو اللي وحش. بس هقول لك حاجه، قد ايه برده بصراحه مش كل مدرب يقدر يعمل، يعني صعب على كل المدربين، هو في وقته قليل جدا. خلي بالك فايلر جه اسبوع ولا اسبوعين ولعب ماتش بالظبط في بطوله افريقيا، ماتش كان ضعيف كده، وبعدين لعب الزمالك. مظبوط، لا يعني هي الطبيعي ان لازم اي مدرب ياخد وقت، لا ده طبيعي، ده في كره القدم اكسبشن اللي هو بسرعه يعرف يلم الفرقه ويلعب كويس، ده بيبقى اكسبشن، لكن الطبيعي. اتفضل يا فندم. الاكسبشن ده لما يبقى المدرب نفسه عنده فلسفه، عنده رؤيه هو جاهز بيها وعايز ينفذها. بس هو فندم ممكن يبقى جاي رؤيه وعنده فلسفه بس يلاقي اللعيبه مش عارفه تنفذ الفلسفه. تمام، دي تمام. فهتلاقي نفسه عايز وقت. بتبقى محتاج وقت. هو لو المدرب ما عندوش الفلسفه دي اصلا، يعني هو بياخد وقت كبير جدا عشان يقدر يوصل. بس تعرف اصعب حاجه كابتن حسن ايه؟ ان انا ابقى شايف مثلا كابتن وليد وحازم وكريم جامدين جدا، وحط الفلسفه ان دول هيخلصوا لي، فجاه احطهم في ماتشات او في تمرين الاقي المستوى مش زي ما انا متوقع، فيحصل لي لا ده لسه بقى لازم اراجع حساباتي ولازم اخد وقت شويه اشوف مين بديل او اخد وقت معاهم شويه. هو يعني مش عارف بقى حظ او شغله او ان بسرعه جدا ظهر اداء فني. وحاله رمضان مثلا، رمضان بقالي كتير قوي كنت بقعد اقول رمضان ما تقفش على الخط، لازم تغير، تخش جوه الملعب. صح، من ايام ما كان في منتخب كوبر كنت بقف اقعد معاه مثلا رمضان بعد الماتش اقول له انت ليه واقف على الخط على طول، غير. صح، فجاه دلوقتي بقى على طول يخش جوه الملعب ويشتغل ويجيب اجوان. هل ده هو التطوير من فايلر ولا رمضان هو اللي ساعده؟ يعني دي برده من الحاجات، ان هو عنده لعيبه نوعيتها كويسه، استفادت بسرعه، امتصت اللي هو عايزه بسرعه، طبقت بسرعه، فدي من الحاجات اللي ساعدت في ان عنده ادوات كويسه. عشان كده بقول لك هو مدرب كويس، ان اللعيبه عنده حالتها ما كانتش كويسه تطورت معاه بشكل كويس. بالتأكيد.